كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فيكتر تاجي جمع الجوامع ذي الروج ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله دواجد المجلس ويس 15 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله إذن أذكركم سادتي في المجلس رقم 14 المجلس الماضي كان ناقشنا مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا قلنا كلمة مطلقا تفيد الذات والغير إما لذاته أو لغيره شرحنا هذه القاعدة وهذه المسألة الأصولية بالتفصيل أما هذا المجلس مجلس اليوم اللي هو مجلس رقم 15 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة هذه المسألة هي في الحقيقة مسألة ما قبل الأخيرة هناك مسألتان مسألة ما قبل الأخيرة والمسألة الأخيرة ثم الخاتمة ونشرع في تفاصيل هذا المتن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى مسألة لا تكليف إلا بفعل هذه قاعدة أصولية مهمة لا تكليف إلا بفعل هل يمكن أن نتصور تكليفا بلا فعل؟ يعني ما ديس التكليف كما شرحنا فيما سبق الحكم التكليفي إما افعل لا تفعل خدمنا وخدمنا ما لديني ربي الزال هذا أمر تكليف وطبعا وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل والعقل مناط التكليف ومما من الفروع التي شرحناها في هذا الباب أن العقل مناط التكليف تجري الأحكام الشرعية على المكلفين العقلاء وشرحنا كل هذا فيما سبق يعني ما ديني لا تكليف إلا بفعل مرد ياس تكليف معناها أخذم نور خدم أديني ربي الظال كما في سورة البقرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير الأوامر المختلفة النهي وأحل الله البيع وحرم الربا سورة البقرة الآية 275 إذن في هذه الأربعة قال وأحل الله البيع ذكي معناه الجواز يعني العقد عقد عقود البيوع مباحة بشروطها الشرعية وحرم الربا ترك التعامل بالربا معناه هذا يحتاج إلى جهد وهذا يحتاج إلى جهد يعني أداء مقتضى الأمر يحتاج إلى جهد ما رديني ربي الظال هي لقيك الجهد ما رديني حجد إلى قيك الجهد أتروح هذا تسافر هذا تخمض الأركان تخمض يكوش دينا الشرع ذي الحج ذا ما رديني وخدم على حاجة يحتاج إلى جهد يلا ما ديني الشرع الرشوة الحرام يحتاج إلى جهد باش بدا ذي حمسي مانيس ويتفار الرشوة ويتساك ويتطف الربا لا يتعامل بالربا أخذا وعطاء ورسي قراش رغلا 100 مليون لطو دانتيري كذا وكذا ورسي قرارا ذا وين يهدي تسكارا أخذا وعطاء إذن لا تكليف إلا بفعل من بعد المصنف شدنا فالمكلف به في النهي الكف ما يتعلق بالنهي إذن هو الكف يعني ما ديني الشرع أما ذي القرآن ما ذي السنة الربا
الزحرة، الكف عن الربا، هذا هو المطلوب. والكف عن التعامل بالربا جهد يحتاج إلى جهد من قبل المكلف. سادتي أذكركم بأن المسائل هذه المقدمات مسائل منطقية دقيقة عميقة، نحتاج إلى استثمارها في بدءا من الدرس القادم، من المجلس القادم. ومن مقاصدها توسيع مدارك الإنسان، الإنسان توسع مدارك. ومن مقاصدها ضبط الموازين العقلية باش هذي ولا غادي يخدم أكلي وثاء أكلي قلزم، خطر في النهاية، في النهاية نهاية النهايات أمك فنادم إنسلم هذي سعو الميزان هذي يوزن له مرن دونيس وثيقة ذاكيك القواعد. يعني أحيانا يعني راهي محسوب معمقة جدا عميقة جدا، قد يبدو للقارئ أو للدارس ولا نحتاج إليها، ولكن في الحق نحتاج إليها. وذكرنا بعض المقاصد كما سمعتم. إن ندف المكلف به في النهي الكف، الكف بعد شرح أي الانتهاء أكيدين المصنف. النهي، النهي عند جمهور العلماء يدخل في الفعل ويدخل في قاعدة لا تكليف إلا بفعل. لماذا؟ لأن الأمر والنهي كلاهما يحتاج إلى جهد. الأمر يحتاج إلى جهد باش تزومض هي لقاك يسعى تصفر، وباش تجضين يحرم ربي زغي لقاك يسعى تصفر، أليس كذلك؟ هذا تكليف. إن المصنف مع ذكر القول الأول وهو قول الجمهور، الكف عن الفعل فعل، الكف عن الفعل فعل. لذلك كان في الفقه ما يسمى بجرائم الإقدام وجرائم الإحجام. مثلا واحد شاف طفل صغير راح يمشي باش يسقط من الدال، ولا طفل صغير يمشي باش الكانون، وإن كان الكانون الله يذكره بالخير، وخلاه يقولوا خليه. هذاك الإنسان اللي شاف، اللي شاف ما دار والو، راه متوقف، ولكن الطفل هذاك طاح من الدال ولا تحرق، اسكو عنده مسؤوليه ما عندوش مسؤوليه؟ نعم عنده مسؤوليه شرعيه ومسؤوليه قانونيه، قانون العقوبات ينص على ذلك. صحيت بارك الله فيك، هاي قلتها هذا فضيه ولا اكسيدون نفس الشيء يتجاوب معناتها. حتى ولو تقول انا ما درت والو، اوكين جيست، ما درت ولا فعل، ما درتش فعل، ولكن انت درت الاحجام. احيانا الفعل مجرم بالاقدام، ما يكري ولا يستخسر، يكري ولا يستخسر، اقدم على فعل، ويقانس جرائم الاقدام. وكاين جرائم الاحجام، يعني ما دار والو ورغم ذلك فهو مسؤول. إذن جمهور الفقهاء ناند الكف عن الفعل فعل، هذا القول الأول، الكف عن الفعل فعل. نبدل المثال هكي، ما يجي ونقرو ذا مشطوح أي لحو ذي الدال، لذلك بيم تظليث وزمان تظليث ما يروح السلكي يدون كمل فيها. هذا مما يباح من الأفعال المباحة لإنقاذ هذا الطفل. نمس فهم صافي، ماشي ولا ما يخدم حاجة كان راه اللي ريسبونسابل، لا، ولا مور يخدم راه اللي ريسبونسابل. والفقهاء أعطونا مثال، الكف عن عدم الإنفاق مسؤولية، واحد لازم ينفق على أولاده وعلى أهله وعلى والديه. ربي قال مثلا في أمر الإنفاق على الزوجة والأولاد وكذا، ربي قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، معنى أرجز نسار ينفقن في ثول شوليس يمر ينفق على شيني، والله ما درت والو، أنا ما درت والو، تقول له جستمو ماذا ما درت والو في هذه راك مسؤول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما
أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت. نطلعوا شوية لا شوية. يقول كالساكت عن الحق كالناطق بالباطل. بوعدك الساكت عن الحق كالناطق بالباطل. في مجموعة من القواعد الفرعية مبنية على هذا الأصل. إذن الجمهور قالوا في القول الأول الكف عن الفعل فعل، نمسفهم الله يبارك. واش قال؟ وفاقا للشيخ الإمام. يا أخي ضبطنا مصطلحات تاج الدين السبكي كي يقول الشيخ الإمام يطلق هكذا وشرحنا الشيخ الإمام مقصود هنا والده السبكي الأب مديني. وفاقا للشيخ الإمام معناه هو الرأي الذي ذهب إليه أبوه السبكي الأب، معنى وافق تبناه انتصر له، انتصر لهذا الرأي. إذن وجد الرأي الأول. وقيل، وطبعا كلمة قيل يعني بصيغة التضعيف، قيل يتداول الناس أقوالا. يقول كي يقولوا كلمة يقولوا أدقارا الناند وقي معناها بيبريكان، وإلى قارن فنو الحياة النغ الناند. لذلك يغر الإمام الشافعي قال من أسند فقد حمل. الإسناد الأمة النغ يفضلها ربي سبحانه بعلم الإسناد. قد قلت لكم سادتي ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث. قيل له يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة ظهرت حركة الوضع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ديفنس قارن درفيوس يدينا الناس أبوها المم أبوها العرب اسمي السنان. هذه الأحاديث الموضوعة إن يستعيش لها الجهابذة أدي فكر بعرضي أريق الشنف في العلم كيف ميراث النبوة. من بعد الناس الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. استقبالي قلنا المكت الديظيمي قلنا المكت الديظيمي أبي بريكان. لذلك الإسناد مثل عنف ونعنف 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 السند، علم السند مهم جدا. يلا مديني وقيل ذاك صيغة التضعيف فعل الضد جاء بصيغة التمريض، لأن النهي عن الشيء أمر بضده. تبعوا مليح، النهي عن الشيء أمر بضده. لماذا ضعف هذا القول؟ لأن التكليف أمر ونهي، فالنهي قسيم للأمر وليس قسما له. دققوا معي، لا يمكن أن يكون النهي من أقسام الأمر، بل النهي قسيم للأمر لأنهما يشكلان التكليف. ما ندير التكليف يعني نادى ربي خدم أو خدم، إما أمر إما نهي. صافي. القول الثاني لماذا ضعيفة إن دوا قيل؟ وقلت لكم لغة الأصوليين لغة دقيقة وعميقة جدا تحرك خلايا المخ أحيانا بالمختصر المعتصر، كان خلاصة مركزة جدا. وقيل فعل ضد لأن النهي عن الشيء أمر بضده. ضعف إذن هذا الرأي الثاني، هو جاء بالرأي الثاني مدينة وقيلة يبير بالقول الثاني، ولكن من طون إسميس وقيلة قيلة. لماذا قيلة بإجابة صيغة التضعيف؟ خطر لا يمكن للنهي أن يكون من أقسام الأمر، بل النهي هو قسيم للأمر، بمعنى الأمر والنهي كلاهما يشكل التكليف، والتكليف أمر ونهي.
طبعا مروا على هذا، لازم اليوم نكملوا هذه المقدمات، نتهناو منها لازم باش ندخلوا في المتن مباشره، ولكن هي مقدمات مهمه. يلا يبدا القول الثالث. وقال قوم الانتفاء، حب يقول النهي داخل في التكليف. وقال قوم، ما معناه؟ علاش قالوا هذا الكلام؟ لماذا؟ هذا ايضا مضاعف، لان العدم ليس فعلا، لان العدم هذا هو السر التضعيف، لان العدم ليس فعلا. على لانه عدم حصول الفعل من المكلف، ما دام مريخ غمارة فهو عدم، فهو عدم. طيب طبعا هذا رأي بعض المعتزلة، رأي بعض المعتزلة. الآن القول الرابع نكملها بسرعة. وقيل يشترط قصد الترك. السؤال المطروح، هل الترك تحتاج إلى نية؟ نعطيكم مثال. كاين، اسمحوا لي، كاين الخمر شراب، زوج من الناس ما شربوهش، واحد ما شربوهش قربة إلى الله وطاعة لله، والآخر ما شربوش باسكو ما شربوش. صافي عندنا زوج متوالي السن، وسوانا راه شرا في السن، يولو في سوارة قربة لله، ويولو في سوارة إما يستحى، ولا شوك ربي يقول لي ساكو نورمال، إما ما كدير كيما تنغولي ساري دريما، إما كا كيني بون على جال ما بيرسوناليتي لقرد فانغ ابي بريكان. لذلك من العلماء من قال الطرق لا تحتاج الى نيه، ما دام الناس ما شربوش شرب الحمد لله. لا احنا كبشر كي نمشيو في الفوسيوات نتاوعنا ما نلقاوش شي قراثين تيزيزاوين مرميه، ديجا الحمد لله. ولا لا رابحين في لافير، ماشي رابحين. اقراثو نستحياك تصلحو الكفريد الحشوش الله الله الفوسي سيو سيت شور سي قرعتين، ولا الغاشين دار تنجمع عندي شكارا تنجمع عندي ديع الرومان جمعيت نغجيف السمانه دو ولكن لا يثقل السيفيزم. يا سيدي ماشي برك طاعة لله، سيفيليزي لو سيفيزم، سيفيزم زيزدي نكوني مايل الغاشي تركوا هذه المنهيات رابحين في لافير. لذلك من العلماء قال الطرق لا تحتاج الى نيه، صح؟ ولكن شكون اللي يدي الاجر الثواب؟ هذاك اللي خلى شراب طاعه لله. فهمنا؟ نزيدوا نقطه اخرى باش نرجعوا للمثل. النيه من مقاصدها التمييز والقربة، ليس كذلك؟ التمييز بين العبادات والعادات، واحد يرفد يغسل، ممكن يغسل كاع اعضاء الوضوء بغير نية، هل هذا متوضئ؟ لا، صح؟ يستاذ كيف؟ يستاذ كلش. نتسوالي الظاهر يغل الوضوء، انت خاطئ، يبغى كان يبردي مانيس السخانة هذا كان صافي. من مقاصد النية التمييز بين العبادات والعادات. الصيام كاين اللي صوم ماشي طاعة لله، لا 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 سونتي يسلا قرنك باللي رمضان يلها غير تزمر تبغى يوزم، ولكن يوزم كان يقيم اللاز وكي يقيم اللاز. لكن هذا الشيخ لم يعرف التكليف. نعم لم يأخذ بقاعدة التكليف، لم يأخذ بقاعدة هو ترك، يعني هذا قام، يعني زوج واحد صايم طاعة لله والآخر صايم لأنه للصحة، واحد صام القيادة لأمر الله، ولكن في اللغة اللفظ جامع، نقول هذا صايم هذا صائم. نعم صوم متصحة ايه معليش بس حتى الحديث فيه كلام. حبيت نقول باللي ميلا سيناكي وزام نيسين أنا نقص عن لاجارد، ولكن نقص عن النية أنا الوايض.
المسفام صافي من مقاصد. طيب صلاة ظهر العصر أربع ركعات أربع ركعات، تمييز بين العبادات في حد ذاتها، أليس كذلك؟ يلا أنا وياك نصلي أربعة أربعة، وأشكون يميز بين الظهر العصر؟ هي النية، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صافي، من مقاصد النية التمييز بين العادات والعبادات، ومن مقاصد النية التمييز بين العبادات في حد ذاتها. نمس فهم، اللي يصوم ست أيام تاع شوال كاين اللي يصومها الشوال كاين اللي يصومها قضاء، خاطر فطر إلا وين دار يتشاي واس يومين يكسد ثغمس نغيه ليك نهار شوية صيدان بعد سن الشوال يغرم. صافي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكاين من مقاصد النية القربة، صافي التمييز القربة، وهذا هذه المقدمات تخلينا باش نفهموا هذا الكلام. القول الرابع، وقيل يشترط قصد الترك. هناك قول للعلماء ذكره المصنف رحمه الله، قال لماذا؟ لكي يثاب على الترك. ما يلو رسالة النية يمجج الحرام ورسالة رجر نكري كمجتمع نسفيدي ما دام يخدم الحرام. يا أخي ابن تيمية الله يرحمه، نهار اللي قال ربي سبحانه نهى عن شرب الخمر لأن شرب الخمر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولكن هؤلاء صدهم شرب الخمر عن إزهاق أرواح المسلمين وإراقة دمائهم، دعوهم. الكتاب يعلم الموقعين لتلميذه ابن القيم رحمه الله، ويحدثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى بالكم النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف. تفهمين ميساج روسي؟ الأمر بالمعروف يسهل، ها جماعة يلها الخير ثلاثة كماس ثلاثة الظليث ثلاثة زدي، ما عندك حتى مشكلة، لي زوبستاكل زيرو، لي بروبليم زيرو. يلا النهي عن المنكر عندك يعجب هذا فضل القرآن النهي. يلا لذلك وقيل يشترط قصد الترك، يعني يحب يقول في مجال التمييز هنا ما كاش مشكل، الطرق لا تحتاج إلى نية، في مجال القربة تحتاج إلى نية لأن الثواب لا يتحقق إلا بالنية. والأمر ثري واحد المسألة النظرية، والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما. ثرى دخلنا في موضوع آخر، الأمر عند الجمهور عند جمهور العلماء يتعلق بالفعل. القول الأول قبل المباشرة، يعني الأمر أدفتغ مثال ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل يمكن قل الأمر ثابت قبل مباشرة الصلاة؟ نعم، الجمهور ند نعم، لأن الأمر ثابت يجري على المكلفين حتى قبل مباشرة الفعل. يلا على الساعة العاشرة نتاع الصباح الظهر مازال ما لحقش وتبذر طهور، لو كان الصنديون ربي أمرنا بأداء صلاة الظهر، شيني علاش تضرع الظهر هي العشرة نتاع النهار؟ إنس الأمر ثابت حتى قبل مباشرة الفعل، ولكن شو دين المصنف؟ بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما، معناتها على سبيل الإعلام أنظرك بالأمر ثابت غس مازال بالطهور مازال بوقت الزوال، ولكن بعد دخول الوقت إلزاما. لماذا؟
لأن الذمة مشغولة بصلاة الظهر. لو كان واحد يموت على العشرة ما يحاسبوش ربي على الظهر نتاع هذاك النهار، هل مات قبل الوقت؟ وربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إما يموت في ثلاثة طهر يشمد ذاكي حالة بحالة. وتعرفوا أحكام الفقه، وقت فضيلة هكذا، الصلاة إما أداء إما أداء إما قضاء. تأخر الصلاة من وقتها الاختياري إلى الضروري، هناك عشر أسباب فقهية تسمح للشخص أن يؤجل صلاته، من يؤجل أن يؤجلها إلى وقتها الضروري، ماشي أجل برك. الأفضل أن تؤدى في الوقت الأول فضيلة، ولكن بالنسبة لوقت الاختياري وهو واسع وهو واسع. الفقهاء قرروا أن المكلف إذا أوقع صلاته في أي جزء من أجزاء الوقت الاختياري فذمته بريئة، ويعتبر ذلك أداء نورمال عادي مع أفضلية الوقت الأول اللي هو وقت فضيلة. بلا ما ندخل في التفاصيل الفقهية، صافي بعد دخول وقته إلزاما، خطر زين الذمة مشغولة زين، شمد طهور نتسوالا الطهور. ولكن لكي كنت حكي ما شاء الله سنبوي، لكن كيني زورت ثلاثة ولكن سانتا مغرا الأربعاء الخميس الجمعة بيسك ديال مشغولة ثلاثة يزوري ثنتاكو قبل دوض أنت يزول الأربعاء كومبلي، الخميس كومبلي، الجمعة كومبلي. إني خاطر الأربعاء الخميس اللي مشغول غين في قاون القضية بحيس وكذا ورد زال غير خاطر زول خنت يسعى لافونس. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الذمة نتاعو ماهيش مشغولة إلا بدخول الوقت. ولكن شو دينا المصنف بعد دخول وقته إلزاما، الأمر صار ملزما، التكليف صار ملزما، وقبله إعلاما إعلاما نصرا. ثورة الصيام، الصيام الجاي ربي قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، إيوا لم يشهد لم يشهد زي. اللي يموت قبل اللي يموت في شعبان ما تخافوش لا يحاسب على رمضان، يحاسب لي من شهد يعني الشهر ولكن لم يصومه. وإذا كان عنده أعذار غادي تعرفوا الحكم. الآن هذا القول فيه فريقان، هذا القول فيه فريقان، فريق ألف وفريق باء. الفريق ألف، الألف شو دينا وهو الأكثر عند العلماء يعني أكثر الجمهور، المصنف قال والأكثر يستمر حال المباشرة، بمعنى حتى بعد إتمام العمل الأمر يظل مستمرا من باب الإعلام. أيضا كان ثابتا قبل وبعد، يبقى دائما الأمر أمر. وبعدين الحمد لله قدر الله أن الصلوات تؤدى في وقت سبحان الله. نكون نظن مثلا دن العشاء عندنا نظن دن فصل المغرب عندنا نظن يظل هكا في النهاية أش 24 الله أكبر الله أكبر، أليس كذلك؟ إيه في كل ثورة ورنا نكون أخذ رمضان زول العيشة ذي مكة والمدينة زول العيشة مغلا زول إلا وان دني ظن في حسب القرى. لذلك شيء عجيب ند يعني أكثر جمهور الفقهاء جمهور الأصوليين قالوا يستمر حتى بعد مباشرة الفعل، يبقى الأمر أمر قائم من باب الإعلام. ولكن الفريق با نند ينقطع، ينقطع على لبراءة ذمة المكلف ذين بعد أداء الصلاة. قلت لكم سادتي حينما ذكرنا الذي يعيد الصلاة إذا صلىها في الذم ثم وجد صلاة الجماعة يعيد صلاته، أدعي ذغل بالفائدة ينزل العشاء الخامس يفرض الخامس لا قد قامت الصلاة يلتحق بنا يجوزنا لا مستحب باش يعود الصلاة مع الجماعة.
قلنا الصلاة الثانية قد تكون فرضا، قد تكون فرضا كني فينا زول غذيه سواد النافلة خطوة زلت وحدي فقي مع الشيخ مع الإمام مع الجماعة فرض. هناك رأي آخر قال لك لا هي نافلة نفل الأولى فرض. عليه قالوا الفرض لأن الذمة صارت بريئة بعد الأداء، أداها يزود بخام العشاء دايما ماشي ضرورية تزال جماعة يزود بخام واحد ذمته بريئة، فقد فاتته 27 درجة كما في الحديث أو 25 جزءا كما في رواية أخرى الحديث. لذلك الفقهاء زادوا قال لك لا رأي آخر قال لك الصلاة الثانية هذيك هي إكمال معنى جبر لنقص قد صدر من المكلف المصلي فصلتك زوطة مزواروث أنت خصة يجفر بس يكمل صلاتك الجماعة. هناك رأي رابع قال لك لا تفويض معنى يا ربي أنا صليتهم في زوج، صليت العشاء في الدار وحدي، صليت العشاء مع جماعة في الجامعة مفوض، اللي عندها أجر كبير ديرها لفرض. هذا رأي، وبالمناسبة الآراء الأربعة موجودة في المذهب المالكي، بشوفوا حتى في المذهب الواحد قد تتعدد الآراء. يلا، وقال شكون اللي قال الرأي الثاني؟ الفريق الثاني ينقطع بمعناه ينقطع الأمر خلاص خطر متعلق بوقت معين بعد بالأداء بعد أدائه ينقطع. هذا رأي تبناه وانتصر له الإمامان، الإمام الجويني أبو المعالي صاحب الورقات، وانتصر له أيضا الإمام الغزالي أو الغزالي كلاهما صحيح، ذكره دون أن يقول أبو حامد. إذن القول الأول فيه فارقان، ثم نروح القول الثاني. وقال قوم سبحانه، لاحظوا معي المصنف أحيانا الرأي الذي يرجحه يذكره أولا وأحيانا لا، الرأي المرجح عنده يذكره ثانيا أو ثالثا كما هنا. ذكر الرأي الأول اللي ذكرناه لم يرجحه الرأي قام زواره نسى ورس وثيا جبالا نساره مع القول الثاني. وقال قوم وذقي من ولا الشروح النفبلي وهو الرأي الذي رجحه المصنف تجدين السبكي. وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة بدليل إنه وهو التحقيق بالنسبة عنده يستعدث ديسكانير ذي التحقيق ذي الرأي ولا الصواب ذي الرأي يوسين ذي الرأي يوسين وبعدين ندفل الملام قبلها على التلبس بالكف المنهي. الملام معنى اللوم والمؤاخلة قبلها على التلبس يعني التلبس عن الفعل وبعدين بالكف المنهي. ما المقصود بذلك؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن تركه، لأن الأمر بالشيء نهي عن تركه. الآن آخر مسألة وبعدين نوصل الخاتمة، صبروا معنا. آخر مسألة واش قال المصنف؟ قالك مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثراه مع علم الآمر. طبعا كلام يشبه اللغة الصينية، دائما نقول لكم هكا ذا شو يقصد الآمر. هناك مقامان، الآمر قد يكون الله قد يكون الإنسان، لا الآمر قد يكون الله يعني الشارع ربي سبحانه يأمر، ممكن واحد منا يأمر الآخر. إيونا ذي يفك الأمر يخدميس يفك الأمر يورويس الأمر قال طبق أمر لي زوردر سسند ميمسي شاف سيرفيس سسند ديريكتور سسند أوامر وقي أمر وقي أمر ذي ضريبة الإنسان أمرك ولكن ذي الزكاة الله أمرك. أخذن في الحسبان
ما قاله السادة الفقهاء بخصوص الضرائب ودلوا له واحد الشروط مهمة جدا، الشروط عندها مصالح يعني عامة وكذا وكذا تستهدفها. وكذا المأمور في الأظهر اتفاء شرط وقوعه عند وقته. هذا الكلام تاج الدين السبكي هو يعلم بأن هذا الكلام غامض، لذلك أتنا بمثال إزرب لي ولا قيدهن غامض خطر عند الآمر. فرف كلا عند الشرح باللي الأمر الآمر قد يكون الله قد يكون الإنسان، ولكن باش نميز بينهما نميز جرسا إفكد مثال إيه كأمري رجل بصوم يوم علم موته قبله. ربي سبحانه علمه مطلق، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. ربي يزرى كلش، الانفيزيبل عالم الغيب والشهادة الفيزيبل عالم ذكي نند ربي ما يمر ربي. إذا كان المقام الأول الآمر هو الله الشارع، يأمر رجل بصوم يومين سيني الصوم اليوم الفلاني، علم وربي سبحانه يعلم بأن هذا الإنسان يموت قبل ذلك اليوم. هذا في أمر يعني ربي سبحانه ممكن هذا القول الأول يقول بذلك. قد يأمر الله عز وجل رجلا بصوم يوم علم الله يعلم بأن هذا الإنسان المأمور يموت قبل ذلك اليوم المأمور بصيامه، وقي ممكن اسم الدين يمشي لعقل وثيق في ذلك أخي نغرجو اصبر. الأمر قد يكون للامتثال وقد يكون للابتلاء، الأمر قد يكون للامتثال وقد يكون للابتلاء. لذلك وين ندخلوا هذا المعنى؟ ندخلوه في الابتلاء، في الامتثال، لأنه لا يمتثل، لأن الله يعلم سبق في علمه أن هذا الإنسان أذي مفقد الذي يسوى سنه يزرع. لذلك عند تشمل العلماء تشمل في الأوامر التي تأتي الابتلاء، ولا العلماء قسوسا موضوع الابتلاء. الابتلاء ربي سبحانه يبتلينا بما يشاء، إلا ويسعى فيش دفو كاش واحد يملك بطاقة الرغبات. ربنا يبتلينا بما يشاء متى شاء كيف ما شاء. ربي يجرب سويني كفغا ماشي سويني نفغا، ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا، أكني كفغا ماشي أكني نفغا. ثلاث قواعد مهمة في فهم هذا الأمر، هذه العقيدة مهمة جدا. وربنا قال في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة البقرة تعرفوا الآية 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى أن يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. لذلك المصيبة حينما تنزل كان لي صبر كان مش بصبر، كان لي محتسب كان مش محتسب. قال استقبالي مدى رزول موث زور دخان في بيوين عزيزا ثوى شولتا ويصبر ويقبر ويصبر ويقبر وين يصبر نسي قال مرحبا استكشار ربي وهذا سيني بوركوا. مرة واحد العائلة فقدت ابنها 12 سنة يوم العيد بعدين كاين منهم يقول لك علاش يموت نهار العيد؟ قال لك شي قال لك لو كان مات ابري العيد نورمال، قبل العيد نورمال، من نهار العيد على 11 تاع النهار. شكون ينفع غير الايمان بالقضاء والقدر؟ ماهي حتى العيد يوم زمن وربي سبحانه يجرب. صحيح ربي من رحمة الله ان الابتلاءات قليلة، تفهم عيش رحمة المقربة نسلموت لا قريبة نصحى ياكل لاباس الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله في كوالي الزرا ما مش الخدمة لا فيطا نطلي ونسي بدنو غال مفهوم نزرا نقال وين نطل إن نظل
وايضا ديسنا برس نزريارا بالك سبويقا ذنك غازل ذن سرين لا ندري لذلك هذا عالم الغيب كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله إذن هناك قول يقول بذلك يقول بأن هذا الأمر ممكن ممكن هناك أمر قول آخر لا خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة قالوا لا يصح إمام الحرمين الجويني والمعالي الجويني والمعتزلة قال لك لماذا؟ لانعدام الفائدة من الطاعة وش من الفائدة؟ لين وش من الفائدة؟ طبعا هذا رأي رأي ذكره المصنف ب بوفاء كبير على بالكم تجدين السبكي أذكركم سادتي عاش 44 سنة صاحب المصنف عاش 44 سنة وهذا الكتاب الجميل جدا جمع الجوامع هو خلاصة 100 كتاب في علم الأصول أنا عميه يغرى 100 كتابين يفكر دي اون سينتيز اون كونكلوزيون معتصر مختصر أثناء ذا لذلك يدقق حتى الأقوال أقوال العلماء والخلافات فقه الخلاف إذا أدركنا فقه الخلاف في مسائل الأصول يسهل علينا إدراك فقه الخلاف في الفروع أنا عميه ماشي يختلف الفقهاء بين في مرتي مسلاقين هذه الضيف لنا غنفهم الخلاف الفقهي هذه الضيف لنا مليح لذلك كثير من مشكلاتنا وهمومنا مصدرها الجهل بفقه الخلاف نكمل ما ورد في هذا المصنف الجليل الجميل أما في المقام الثاني وين يكون الأمير هو الإنسان صافي الأمير هو الله الثلاث ثورة الأمير هو الإنسان عند الإنسان يفكي الأمر واش قال المصنف أما مع جهل الأمير فاتفاق كيف يفهم هذا الكلام واش يقصد قالك أما إذا كان الأمير معناه هو الإنسان خطر جهل الأمير لا يمكن أن يكون الله جل جلاله سبحانه وتعالى لا يمكن ربي كل شيء زراد الجهل صفة من صفات بنادم لا لذلك يمكن يكون الخدمة لكن قرر إن شاء الله أنا مليل إن شاء الله هنخدم إن شاء الله إن شاء الله ذا شوها ربي كاديني إن شاء الله كني لاقا باش نقرر إن شاء الله باش زرمتها مشكلة كذا تربوية تربوية فهمت الرسالة والقارة فرد في خطي نعم وما تشاء ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله غير ربي سبحانه اللي أين كيف غادي يخدم في خدم سورة ياسين الآية 92 82 آية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكني ربي وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي كل خدمين إن شاء الله ما يبغى ربي إذن واش قال المصنف أما مع جهل الأمر فاتفاق المقصود ممكن بنادم يعطي أمر لبنادم وبنادم مني مات قبل وصل وقت سيني أزكى في العصر إلى قد خدمه كذا وكذا 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 أكيد فغ أتسوض تزمرين واتسلق مطين قليل في العصر وإن يمثهر صفي الآمر هو الإنسان لا يعلم الغيبة لذلك المصنف قال فاتفاق جاب الفات في الترتيب فاتفاق معناه اتفق العلماء اتفق الأصوليون على صحة هذا الأمر لأنه صادر في المقام الثاني من إنسان لإنسان هذا الآمر إنسان يجهل لا يعلم أعطى الأمر استصحابا للحياة استصحاب الحياة شنو بدا ما تعيشي أسفتغ الأمر وإلا لو كان نحبس الأوامر في الحالة الدنيا لذلك المصنف لك فاتفاق معناه ليس محل خلاف هذه ليست محل خلاف لأن الموت في يد الله وربي قال ولكل أجل كتاب
قرن استقباليث ماشي لاجل ماشي السبع الهلاك ينقل ذا لاجل ولكل اجل كتاب تضيون يهلك ويموت روايض اصحى يموت. خلاص جماعة الخير ثورة وصلنا للخاتمة خاتمة المقدمات هذه كامل والمصنف ليس كخاتمة خاتمة شو دينا ركزوا معايا الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب أيضا كلام غير مفهوم هي قد الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب إلى حد الآن غامض ولكن فهذا شنو التفصيل إناد فيحرم الجمع أو يباح أو يسن هاي رني غدي النظام أشو سنلغى يحرم ويباح ويسن فهذا فتح الأمثلة بالمثال يتضح المقام فيحرم الجمع شو المعنى إيس يحرم الجمع على الترتيبة بين المذكى والميتة يلا يوني ساسين خرفين يوني خرفين إن برزك ذي كماس ذغى يموث نغى يغليد سيركاف يموث ويظني يغلحقيث يلحقيث يزلاث غادي ربي سبحانه إلا ما ذكيتم ما ذكيتم يعني أدركتم فيه الروح وذبحتموه وفقا للطريقة الشرعية بخاك أي غير زيكي مكساون ساعة المواس زيكي مكسا إلى قادر في الموس انديسبونسابل أي غير مكساون ساعة الموس سي ان بروبليم أي غير ميدا مكسا بالك سدي غادي وخرفي إذا زكر سيولان بلك يتوخلق يونا مراسي زما مرار اثيق ضع الذي لحق اخر فيني قبل ذي يمث ثورة وقرف الموس الظلام يا اخي ثورة رفض الموس ماشي شو الاقي رفض الموس وين نظم الموس للموس ولكن الله اكبر المصنف شو ديننا فيحرم الجمع ذي ديننا الشرح يحرم اكل المذكى والميتة وميمطون ما كاش كيفاه ماشي هذه شكو خرفية كي يمزلا أكذو خرفيني إلا ولي مزيلا لا يموت الميتة محرمة ولكن يمكن يجوز الاثنان ولكن كل في موضعه زرمامي الضرورة مليون أساقيت شخر فيه يمزلن نورمال أسني ظن يطفيث الحال يلوز وليفار الحلال سوى الجيفة كرمكم الله يفار الميتة ما فيهج الحرام مني يجوز ذاتيج نغنى أسف الخمر كرمكم الله ما لا يفوذ مليح وريو فارا غمان وريو فارا غيغي وريو فارا يفكي وريو فارا الجن وريو فارا الجازوس يفسوين يحمى ربي وإن كان هذا الأمر نادر الوقوع وله ممكن ولكنه ممكن الوقوع ما هوش محال صافي أمشي جوز ويجوز وأي جوز إيه مليون ريو فارا سوين يحمى ربي قلوفا نسي اللوز مليح المخمصة كما قال القرآن شدة الجوع أو شدة العطش حينما يخاف الهلاك على نفسه الآيات كثيرة منها في سورة البقرة الآية لا 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ما يتعلق بالمخمصة سورة المائدة الآية الثالثة فمن اضطر في مخمصة يعني شدة الجوع غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ذهن سورة البقرة فلا إثم عليه رسالة دنوف ذاكي ربي فإن الله غفور رحيم صافي يجوز ولكن كل يوم كانيس
أما الجمع يحرم ورزميرة دي وكسوم الحرام يحرم الميتة أكد وكسوم وخرفين بزقر يعني مذكا أثني خلط ذكيو سنتن ذاثنيش خاطين لا يجوز الجمع اتفقنا فيحرم الجمع شرحنا الأمر وبعدين قال أو يباح ذا شو المثال ممكن نضربه يعني يباح التيمم والوضوء كلاهما مباح وكلاهما جائز فالأمران جائزان الربي قال في القرآن الكريم كما في سورة المائدة الآية السادسة يقول فتيمموا صعيدا طيبا الفقهاء فصلوا وميزوا بين الطهارة الأصلية اللي هي الطهارة المائية طهارة الأصل والطهارة الترابية وهي البدل وهي البدل ونواقض طهارة البدل هي نواقض طهارة الأصل يضاف إليها ناقض آخر اللي هو وجود الماء هكذا ويعبر عن ذلك إذا وجد الماء إذا حضر الماء لا ولكن إذا شرع في عبادة بعد البحث عن الطهارة المائية وهي الأصل وشرع في الصلاة بالطهارة الترابية وهي طهارة البدن لا يقطع صلاته لسببين أولهما ما هو ربي قال لا تبطلوا أعمالكم والسبب الثاني أنه دخل في عبادة بوجه مشروع يكفى ووال إذن أو يباح أو يسن جاب الاحتمال الثالث دي probability ما شاء الله يسن كما يسن الجمع يعني مثلا كوجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الإعتاق والإشارة تكفي هنا يسن آخر كلمة قالها في الخاتمة وعلى البدل كذلك وقي أشو يقصد إنه كمن قد يأتي كفآن للزواج بامرأة تعرفوا قاعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وفي رواية وفساد كبير الكفاءة والكفاءة من أسباب استقرار الحياة الأسرية الزوجية هي الكفاءة استقبلت كل ديال المثليس أكن غلا أكن كل ديال المثليس ولكن إذا حضر كفآني هل يمكن أن تزوج المرأة لكم؟ لا يمكن شرعا عقلا نقلا ولكن البدل وعلى البدل كذلك وش يقصد؟ معنى كلاهما بدل الآخر هذا كفء وهذا كفء زوجها لهذا الكفء يجوز إذا كانت في غضار وقي زوجها لهذا على سبيل البدل هذا بدل عن هذا وهذا بدل عن هذا أيضا يجوز سال اختيار اير قرص قبيلي ثم تسقط 500 يتساوي تيون ميرجو ماشي خطفت مع لا نفك الموافقه بعد سيليكسيوني لا لا قبل سيليكسيوني قبل الركون خاطر اللي يخطب احدكم على خطبه اخيه ممنوع واحد يحرق لاشين في هذه الامور طبعا ماناش في موضوع الاسره باش نفصل ولكن تكفي الاشاره هذا يقصد هذا ما يقصده المصنف رحمه الله وعلى البدل كذلك كتزويج امرأة من أو بكفأين بأحد الكفأين ولكن يحرم الجمع لا يمكن ولكن وعلى البدل كذلك معناه يجوز تزويج المرأة بأحد الكفأين إلى هنا ننتهي من المقدمات وانتهينا من الخاتمة في المجلس القادم نلتقي مع الكتاب الأول في هذا المصنف الكتاب الأول يحمل عنوان في الكتاب ومباحث الأقوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.